ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي في كنيسة دير القديس جورجيوس الكرك، وفي عظة الإنجيل وصف سيادته الصوم بأنه أحد الأسلحة الروحية الهامة الذي يوصل الإنسان إلى الكمال. وختم المطران خريستوفوروس العظة بالشكر على نعمة الأمن والاستقرار التي يعيشها الأهل في الأردن. عاون سيادته في الخدمة الإرشمندريت سابا الرئيس الروحي للكرك وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة، بحضور السفيرة اليونانية في المملكة وعدد من الشخصيات وجمع من أبناء الرعية. الكنيسة بتدعينا إنه نتنقى، مش هيك حكالنا السيد؟ طوبى لأنقياء القلوب لأنهم إيش؟ يعاينون الله. نعم، فبالتالي هاي هي حركة النفس والعقل حتى نقدر إنه نعاين الله. نحن محتاجين إنه نعمل هاي التنقية، هذا الغسيل للنفس، والغسيل للنفس في معمودية هي معمودية الصوم وفترة الصوم اللي هي فترة جهاد روحي للمؤمن. حكينا هدف حياتنا هو القداسة، وعشان هيك نحن منصوم حتى نقدر إنه نوصل لعيد الفصح ونحن أنقياء، حتى نقدر نكون شركاء مع المسيح في الأحداث الخلاصية اللي حتتم من أجلنا. لأنه الفرق كبير، إذا ما كنا مستعدين روحيا للفصح معناته إيش؟ معناته مشاركتنا في عيد الفصح رح تكون مشاركة شكلية، يعني رح نحتفل في العيد ورح نسوي المظاهر الاجتماعية ورح نعمل أشياء عديدة ولكنها خارجية. ولكن إذا استطعنا إن نوصل للنقاء ونستعد للوصول للفصح رح نكون مشاركين ليسوع في الصلب وفي القيامة. كيف يعني من نشارك يسوع بالصلب؟ منشارك يسوع بالصلب ونحن نموت خطايانا على الصليب مع المسيح.